بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة الثامنة عشر في موضوع الألفا ثلاسيميا. في هذه المحاضرة إن شاء الله حتكلم على الألفا ثلاسيميا كلها. حتكلم أولا ديفينيشن على الثلاسيميا كديفينيشن، ثم حنتكلم على الديفينيشن للألفا ثلاسيميا، حنشوف ما هو الباثوفيسيولوجي للألفا ثلاسيميا، ثم حنتكلم على التايبز أوف ألفا ثلاسيميا. الديفينيشن في البدايه، زي ما انتم عارفين الثلاسيميا هي اساسا هي جايه من اختصار كلمه ثاسه معناها سي البحر، والايما معناها بلد، لانها اساسا اكتشفت في حوض البحر الابيض المتوسط، فبالتالي سميت نسبه لهذا الاكتشاف. الثلاسيميا احنا نعرفها كتعريف للثلاسيميا انها هي عباره عن inherited blood disorder انجلوبين تشين ليد تو ديكريز هيموجلوبين سينسس. زي ما انتم عارفين اساسا الهيموجلوبين هو عباره عن هيم وعن عمليه الجلوبين، فالجلوبين عباره عن الفا تشين وبيتا تشين، فلو حصل ديفكت او كوانتيتيف ديفكت في الالفا او في البيتا هيحصل عمليه ما نسميه في مشكله في الجلوبين تشين، فبالتالي هذه المشكله اللي في الجلوبين تشين هتؤدي الى ديكريز في الهيموجلوبين سينسس. زي ما عارفين هيموجلوبين هو عباره عن هيم زي ما قلنا، والجلوبين الجلوبين عباره عن 2 الفا و2 بيتا، اذا في ديفكت في الالفا فنسميها الفا ثلاسيميا، واذا في ديفكت في البيتا فنسميها بيتا ثلاسيميا. الالفا ثلاسيميا هي كالاتي: اول نقطه فيها انها موجوده في الكروموسوم رقم 16. النقطه الثانيه في الالفا ثلاسيميا ان في 4 جينز للبرودكشن، يعني الكروموسوم 16 عليه 2 جينز والاذر كروموسوم عليه 2 جينز، كل 2 جينز في 1 كروموسوم بيعملوا برودكشن لقضيه للالفا تشين، فبالتالي حيكون معنا 2 الفا. اذا النقطه المهمه جدا ان ال 2 الفا دي هي نتاج لعمليه ترانسكريبشن وترانسليشن ل 2 جين موجودين على كروموسوم 16، ف 2 جين يحصل لهم عمليه ترانسكريبشن وترانسليشن حيطلعوا سلسلة ألفا، والأذر تو جين حيطلعوا كمان سلسلة ألفا. النقطة الثانية المهمة جدا في الثلاسيمي، في ألفا ثلاسيميا غالبا الديزيز بيحصل ديو تو ديليشن، غالبا يعني لحذف جين، يحصل ديليشن لجين. طيب بالنسبة لقضية البيتا تشين، البيتا تشين هي موجودين في كروموسوم رقم 11. النقطة الثانية انهم فقط هنا 2 جينز، يعني في 1 جين على كروموسوم واذر جين على كروموسوم، فال1 جين ذا يحصل عملية انه يحصل له ترانسكريبشن ويطلع سلسلة اللي هي البيتا، والاذر جين اللي على الاذر كروموسوم يطلع كمان قضية السلسلة الثانية، فيكون معنا 2 بيتا. النقطة الثانية المهمة جدا انه في البيتا تشين يوجوالي بيكون الديفكت ناتج عن ميوتيشن، اذا في الالفا ناتج عن ديليشن وفي البيتا ناتج عن ميوتيشن. البيتا تشين اما ان يكون بيتا بلس، ومعناها ان في ديكريز في البرودكشن للبيتا، البيتا ما بتنتج بشكل كامل، في بيحصل ديكريز زي ما انتم شايفين، حصل ديكريز في قضيه انتاج البيتا فنسميها بيتا بلس، او يسموها بيتا زيرو اور بيتا دوت، اللي هي قضيه ان في ابسنس، ان البيتا تشين حصل فيها ميوتيشن فبالتالي ما تنتج اي سلسله للبيتا خالص. النقطه الثانيه المهمه جدا انه البيتا بلس is not the same، يعني ما معنى انه بيتا بلس مش في كل مره انها سيم برودكشن، ممكن مره بيتا بلس بتعمل برودكشن للسلسله شويه زايد، ممكن مره اخرى شويه ناقص، بمعنى اخر انه ما هوش ذا سيم برودكشن، ففي فاريشن في البرودكشن بالنسبه للبيتا بلس. طيب تعالوا الان نشوف الديفينيشن للالفا ثلاسيميا. الالفا ثلاسيميا احنا نعرفها كالاتي: نعرفها انه في كوانتيتيف ديفكت ان الفا تشين برودكشن، يعني يقل انتاج الانتا الالفا تشين برودكشن، هذا يؤدي الى ريزلتنج انه الاكسس اوف بيتا تشين، يعني قلت الالفا فبالتالي حتزيد عمليه البيتا، هذا عمليه الامبالانس بيؤدي او يعمل كوزنج للجلوبين تشين امبالانس، فبالتالي المشكله الاساسيه في كل قضيه الثلاسيميا انه لو ما يتكون عمليه جلوبين تشين امبالانس، يعني ما معناها؟ معناها ان الفا تشين مثلا تقل والبيتا تزداد، فيتكون حاجه بنسميها امبالانس، هو اللي بيؤدي الى الدستراكشن. النقطه الثانيه المهمه جدا انه قضيه هذا الجلوبين تشين امبالانس بيدبند على النمبر اوف ديليتد جين، احنا مش اتفقنا انه في الالفا في معنى 4 جينز اللي هم في كروموسوم 16،
إلى هل حيحصل ديليتد 1 جين ل 2 جين ل 3 جين، فديبند انه حيحصل عمليه الجروبين تشين امبالانس اكوردنج لعمليه ديليتد جين. احنا زي ما انتم عارفين في الالفا ثلاسيميا قلنا يوجوالي بيكون الديفكت ناتج عن ديليشن. هذا كروموسوم 16 زي ما انتم شايفين كروموسوم عليه 2 جين للالفا، وكمان الاذر كروموسوم عليه 2 جين للالفا، كلاهما بيطلعوا عمليه سلسله الالفا، فبالتالي معنا 2 الفا. طيب النقطة الثانية المهمة جدا انه الديزيز هذا هو اوتوسومال ريسيسيف. ما معنى اوتوسومال ريسيسيف؟ انه دوري اللي الطفل اللي انصاب لابد انه يأخذ الديفكتيف جين من والده والديفكتيف جين من والدته عشان يحدث قضية الديزيز. فبالتالي التو كوبيز اوف ان اب نورمال جين لابد يكونوا موجودين حتى يحدث الديزيز. طيب مع انها أوتوسومال ريسيسيف هو الأساس، لكن ممكن تكون الألفا ثلاسيميا إكس لينكد، ويسموها كده، يسموها ثلاسيميا منتال ريتريديشن سندروم، وهذه رير. طيب تعالوا نشوف الآن الباثوفيسيولوجي للألفا ثلاسيميا. سهل جدا. النقطة الأولى في الباثوفيسيولوجي إنها ديبندنج على أكوردنج تو النمبر أوف ديليتد جين. طيب كيف حيحصل الباثوفيسيولوجي؟ بالتأكيد لو قلت عملية الألفا تشين، الألفا تشين هي داخلة في تركيب هيموغلوبين A وهيموغلوبين A2 وهيموغلوبين F. لو قلت الألفا تشين فمعناها أن الهيموغلوبين A حيقل، لأنه الألفا أساسا هي مكون أساسي للهيموغلوبين A. وكمان النقطة الثانية أنه الهيموغلوبين F ده حيكون في السيفير انفيتال لايف في البداية لو قلت عملية الألفا، فبالتالي حيكون عملية الجاما، فحيكون ده سيفير في بداية الحياة، في بداية الفيتال لايف. الآن نشي نتفق على آتي، قلت الألفا، فلما قلت الألفا أكيد البيتا بتنتج بشكل طبيعي، فبالتالي حتزيد البيتا. لو ما زادت البيتا حيتكون حاجة بنسميها جلوبين تشين امبالانس. لو ما تكون الجلوبين تشين امبالانس حيؤدي إلى بريسيبيتيشن في الار بي سيز، يعني بمعناها ان البيتا دي لما تزيد ممكن تتجمع وتترسب في الار بي سيز، فيحصل لها بريسيبيتيشن في الار بي سيز. فلو ما يحصل بريسيبيتيشن في الار بي سيز حيؤدي الى ديستراكشن بالسبلين، حتى الار بي سيز دي حيشوفها السبلين غير طبيعيه، فبالتالي حيحصل لها ديستراكشن، وبالتالي حيحصل كرونيك هيموليتيك انيميا. هذا ان جنرال قضيه الباثوفيسيولوجي. بالتاكيد حيحصل اكسترا فاسكولار هيموليسيس لانه الاسبلين حيعمل لها ديستراكشن. النقطه المهمه الثانيه اللي اريد ان اشير لها انه احنا اتفقنا ان الالفا ثلاسيميا انها يوجوالي بالديليشن الديفكت، والبيتا ثلاسيميا يوجوالي بالميوتيشن. لكن في نقطه مهمه جدا ان الميوتيشن از مور سيفير ذان ديليشن. ليش؟ لانه اساسا في الديليشن لو ما يحصل عمليه ديليشن لجين يحصل اب ريجوليشن للجينز اللي جنبه، فبيطلع برودكشن كافيه. لكن لو ما يحصل ميوتيشن ما يحصلش اب ريجوليشن للجينز، فبالتالي ما يحصلش اي تعويض، فبالتالي الميوتيشن بيكون مور سيفير ذان الديليشن. طيب تعالوا نتكلم الان على التايبز بالنسبه للالفا ثلاسيميا. اول تايب معنا سايلنت تايب. السايلنت تايب ده هو ديفكت في 1 جين. هذا الان امامكم الكروموسوم 16 في 2 جينز على كروموسوم وفي 2 جينز على كروموسوم. لكم ان تتصوروا كل واحد بيطلع السلسله حقه بالكامل اللي هي الفا تشين والفا تشين. لو حصل ديليشن في 1 جين اهو قدامكم الان، حصل ديليشن في 1 جين، فبالتالي حيؤدي الى انه الان حيقل البرودكشن للسلسله في هذا الكروموسوم اللي فيه الديفكت في هذا الجين. طيب النقطة المهمة جدا ان هذا ديفكت بسيط، لانه ديفكت في 1 جين من 3 جينز، فبالتالي ما نحصلش عملية، غالبا ما فيش اي 3 بيتا تشين، فبالتالي ذا فول كومبنسيتد اطلاقا، كل شيء طبيعي تماما. يعني لكم ان تتصوروا هذا الشخص بنقول عليه اسيمبتوماتيك اور هيلثي، هيموجلوبين طبيعي، ام سي في طبيعي، ام سي اتش طبيعي، ام سي اتش طبيعي كله، وذلك سمي سايلنت لانه كلينيكال ولابراتوري ما في اي مانيفيستيشنز. طيب لكم ان تتصوروا كمان لو عملنا هيموجلوبين الكتروفوريزس حيطلع طبيعي تماما، ما في اي مشكله، مش حينقص اي شيء. طيب كيف نعمل له تشخيص؟ فقط نشخصه فقط بقضيه الدي ان اي ستادي. طيب الان
هيسأل واحد سؤال، إيش المشكلة؟ طيب المشكلة لابد نعمل جينيتك كونسلينج عشان نشوف ما هي المشكلة وإيش اللي حينتج عنها. لكم أن تتصوروا لو الآن لو امرأة unaffected ما عندهاش أي مشكلة، الفور جينز موجودين، وفي الزوج عبارة عن silent carrier يعني معاه defect في one gene، فإيش اللي حيحصل بالنسبة للأبناء؟ الأبناء تخيلوا 50% حيكونوا silent و 50% unaffected. طيب إيش المشكلة هنا؟ السايلنس ده حيكونوا موجودين في المجتمع بشكل كبير، فممكن سايلنت يواجه يعني مع فيما بعد يتزوج مع امرأة مثلا سايلنت تتزوج مع رجل سايلنت، فمن هنا حتحدث المشكلة. طيب الآن تعالوا نشوف لو عملية سايلنت المرأة والرجل كمان سايلنت، يعني المرأة سايلنت والزوج سايلنت، إيش اللي حيحدث؟ حيحدث لكم أن تتصوروا 50% حيكونوا سايلنت من الأبناء في أي ولادة، طبعا احتمالية 50% يكونوا سايلنت، 25% احتمالية من أي ولادة يكونوا unaffected، لكن 25% حيكونوا trait، وهذه الخطورة حيكونوا trait. ما معناها trait؟ إنه حصل إنه حيكون أخذوا الجين واحد من الأب وواحد من الأم، فحيكون عملية ثلاثينية trait. طبعا هذا السكيم اللي عملناه. احنا فين نقع بالضبط؟ احنا نقع الان بالنسبه للسايلنت هو حيكون الهيموجلوبين طبيعي، الار بي سي طبيعي، الهيماتوكريت طبيعي، حيكون عمليه زي ما قلنا نورمال، وبالتالي ذا في الهيموجلوبين فاريانس كهيتروزايجس. طيب الان تعالوا نشوف للثاني، النوع الثاني من الالفا ثلاسيميا اللي هو المينور تايب او نسميه تريت. التريت ما معناها؟ ان في ديفكت في تو جينز، هذه الآن كروموسوم فيه 2 جينز بيعملوا برودكشن الألفا ثلاسيميا، والأذر كروموسوم فيه 2 جين بيعملوا برودكشن الألفا ثلاسيميا. حصل إنه 2 جين حصل لهم ديليتد، فبالتالي الألفا حتقل كبرودكشن والألفا حتقل كبرودكشن، هذه نسميها الماينور أو نسميها تريت. طيب الآن النقطة المهمة جداً في الماينور او في التريت، في نقطه في منتهى الاهميه. احنا نقول انه في ديفكت في التو جينز، لكن هذا الديفكت ممكن يكون ترانس وممكن يكون سيس. لو كان ترانس معناها انه الديفكت في كل كروموسوم، في 1 جين في اتش كروموسوم، ديفكت هنا وديفكت هنا. لكن لو كان عمليه الديفكت ان تو جينز في سيس، ما معناها ان تو ديفكت جين في 1 كروموسوم، وهذا خطر جدا وله خطورة كبيرة حنعرفها بعد شوية، أكيد more dangerous وحنعرفها بعد شوية. طيب المينور أو التريت هي partially compensated، ممكن يحصل عملية increase في الRBCs، طبعا حيحصل increase في الإريثروبيوسيس، لكن increase الRBCs الميكانيزم بالضبط ما هيش معروفة، النوم بالنسبة ليش بتزيد الRBCs، وإن كان يجوا بعضهم يقول لك ما دام أنه في increase في الإريثروبيوسيس ممكن يؤدي إلى increase في الRBCs. الآن احنا اتفقنا ان الالفا تشين حتقل. الآن ليش حتقل؟ لانه 2 جين حصل لهم ديليتد، فبالتالي لو ما تقل حتزيد الفري بيتا تشين. فلو ما تزيد الفري بيتا تشين، او زي ما انتم شايفين الآن الفري بيتا تشين موجودة كفري، هنا نقول مش حيحصل بريسيبيتيشن في الار بي سيز. ليش؟ لانها متجمعه فري، لكن اذا زادت عمليه الفري بيتا تشين واصبحت عمليه انها كونت تترامرز زي ما انتم شايفين في الصوره الاخيره، شكل رباعي او بيتا رباعيه، هنا لو ما تزيد البيتا تشين حتترسى في الار بي سيز وممكن تعمل عمليه الهيموليسيس. طبعا اكيد مايكروسيتيك هايبوكروميك اكيد حتكون موجوده، طبعا تقريبا من 70 ل 75 الام سي في، لكن الانيميا ممكن تكون موجوده او ممكن ما تكونش موجوده بناء على اللي شرحناه. هل حيحصل بريسيبيتيشن في الار بي سيز وبالتالي حيحصل ديستراكشن، او حتكون فري بيتا تشين لكنها ما تجمعتش وبالتالي ما حصلش اي ديبوزيشن وبالتالي ما حصلش هيموليسيس. طبعا هذه لو شفنا عمليه الهيموجلوبين حيكون في ديكريز، طبعا في الحاله دي لو حصل عمليه ديستراكشن زي ما انتم شايفين الام سي في 70، الام سي اتش والام سي اتش سي، فهي مايكروسيتيك لكن ما هيش سيفير مايكروسيتيك. النقطه الثانيه الريتكس ممكن تكون سلايتلي انكريز، الار دي دبليو كمان حتكون الى حد ما يا طبيعيه يا سلايتلي انكريز، لان ما فيش اي فاريشن بشكل كبير. هنا كمان الالكتروفوريسيس حيكون نورمال، الهيموجلوبين الكتروفوريسيس حيكون وذن نورمال، كل شيء حيكون طبيعي.
الاساس هنعمل دي ان اي ستادي عشان كمان نكتشف اللي هو المينور او ريتريت الفا ثلاسيميا. هذا السكيم اللي عملناه، وهذا عمليه الان احنا نفس الوضع بنقول لو عملنا عمليه في المايكرو في المايكروسايتوزس او في قضيه ما فيش مايكروسايتوز، لكن احنا قلنا انه حيحصل مايكروسايتوزس، فبالتالي هي حتكون ان في ريتكس عاليه، وبالتالي حيحصل من ضمن عمليه الثلاسيميا. طيب ايضا حينسال سؤال، يعني ايش المشكله؟ لابد نعمل جينيتك كونسلنج. الان لكم ان تتصوروا لو في مراه اللي هي ان افكتد، ما عندهاش اي مشكله خالص، والزوج عنده عمليه الديفكت في تو جين ترانس. ما معنى ترانس؟ ان واحد على كروموسوم واحد على كروموسوم. شوفوا ايش اللي حيحدث. حيحدث انه 100% سايلنت، يعني كل الابناء اللي حييجوا اكيد سايلنت. فبالتالي ما معناها انه حيزيد عمليه انتشار اللي هو السايلنت ديفكتيف او السايلنت جين في البوبوليشن. طيب لكم ان تتصوروا لو كان عمليه المرأة ان افكتد، ما عندهاش اي مشكلة خالص، لكن الزوج عنده ديفكت اوف تو جين، لكن ليسوا من نوع الترانس ولكنهم من نوع السيس. ما معنى السيس؟ انهم في نفس الجين، فموجودين في نفس الكروموسوم، فبالتالي تو جينز في نفس الكروموسوم. شوفوا ايش اللي حيحدث هنا. 50% من الابناء احتمالية انهم يحدث ان افكتد لهم، لكن 50% احتمال انهم يكونوا تريت، حيحملوا الجين من قضيه الاب، لانه اثنين حيحملوا الجين من قضيه الاب كسيس، وبالتالي حيكونوا تريت. طيب لو كان الام، يعني لكم ان تتصوروا لو كانت الام عمليه عندها تو ديفكتيف جين لكن عمليه ترانس، والاب كمان عنده تو ديفكتيف جين وكانوا ترانس، لكم ان تتصوروا 100% الابناء اي مولود حيجي بعمليه التريت. النقطة الثالثة كمان انه لو كان الام عندها تو ديفكت في الجين في الجينز لكن سيس، يعني على 1 كروموسوم، والاب نفس الوضع تو ديفكت في الجين على 1 كروموسوم، المشكلة الكبرى تخيلوا حيكون 25 احتمالية اي ولادة ان يكون فيها 25% ان معاها الفور جينز، وبالتالي دي نسميها هايدروبز، الجنين ذا حيولد ميت. 25% من أي ولادة، بالإضافة إلى 50% ممكن يكونوا كمان تريت، و 25% أن إفكتيف. طبعا هذا السكيم الكبير اللي عملناه احنا، سكيمنا كله شغال على المايكروسيتيك الهايبوكرومي. طيب النقطة الثالثة اللي هي تايبز أوف ألفا ثلاسيميا، اللي هي هيموغلوبين إتش ديزيز، وهذا بنشأ لما يكون في ديفكت في 3 جينز. هذه قدامكم الآن شايفين كيف في ديفكت في 3 جينز، هنا أي ديفكت في 3 جينز حنقول إنه حصل عندنا هيموغلوبين H ديزيز. طيب الهيموغلوبين H ديزيز إيش المشكلة اللي فيه؟ الآن عملية قلت الألفا تشين وقلت بنسبة كبيرة لأنه 3 جينز حصل لهم ديليتد، فبالتالي هنا حيكون في إكسس من الفري بيتا تشين. هذا الإكسس من الفري بيتا تشين حيكون عملية بيتا 4 تترامرز، يعني بيتا حتجمع مع بيتا مع بيتا فحيكونوا حاجة تترامرز. التترامرز فورميشن للبيتا تشين ده حيحصل له بريسيبيتيشن كإنكلوجن باديز في الار بي سيز، فبالتالي الار بي سيز دي تصبح ريجيد، معها ريجيد ممبرين، وبالتالي حيحصل لها ديستراكشن في السبليم، وبالتالي حيحصل اكسترا، اكيد اكسترا فاسكولار هيموليسيس. دي طبعا دي كومبنسيتد، وبالتالي حيكون في سيفير انيميا، وحتكون اكيد المايكروسيتيك هايبوكروميك واضحه تماما وسيفير فيها. الهيموجلوبين اتش ديزيز في معنى انيميا، في معنى جوندس، في معنى سبينوميجالي، وبالتالي الديزيز حيحصل له ستارتد من 6 إلى 9 شهور. طبعا اكيد الهيموجلوبين حيكون عمليه ديكريز، الار بي سيز ممكن تكون انكريز، الام سي في ديكريز والام سي اتش ديكريز. لا تنسوا الهيموجلوبين اتش ما معناه؟ معناه انه في ديفكت في 3 جينز حصل لهم ديليشن. طبعا شايفين الهيموجلوبين هنا نقص 7 جرام، نقص الهيموجلوبين. ار بي سي زي ما قلنا ممكن تزداد، الهيماتوكريت اكيد حيقل، الام سي في كمان حيقل، صوروا من 60 او ممكن يكون اقل من 60، وكمان الام سي اتش والام سي اف سي. بالتاكيد الار دي دبليو حتزداد. ليش حتزداد؟ لانه في فاريشن في السايز حق الار بي سيز، فحتزداد قضيه الار دي دبليو. الريتكس بالتاكيد حتزداد، حتكون انكريز الريتكس. الاكيد البلد فيلم حنشوف فيه تارجت سيل، حنشوف في الانيسوباكلوسايتوزس، حنشوف فيه تير دروبز، حنشوف فيه البازوفيليك ستيبلينج. ما معنى البازوفيليك ستيبلينج؟ في جرانيولز من البازوفيلز بتكون موجوده.
طبعا الهيمولوتيك انيميا بالتاكيد الاندايركت بيلروبين هيزداد، اليوروبيلينوجين هيزداد، الاستريكوبيلينوجين هيزداد، وبالتالي اكيد الستول هيكون دارك كمان. كيف نشخصها بالالكتروفوريسيس؟ طبعا انا تكلمت في اكثر من مجال في المحاضره ان احنا نعتمد على الكابلري الكتروفوريسيس. تخيلوا الهيموجلوبين حيقل، بالتاكيد حيقل الهيموجلوبين A، لانه الالفا حصل فيها ديليتد لثري جينز، فهو مكون اساسي لقضيه الهيموجلوبين A. الهيموجلوبين H هنا حيكون من عمليه من 10 الى 40%. تخيلوا الكابلري الكتروفوريسيس مطلعاه 31.8. الهيموجلوبين A2 ممكن يقل، والهيموجلوبين F حيحصل له سلايتلي انكريز. نقطة مهمة في التشخيص يعملوها، يجيبوا الفريش بلاد ويجيبوا له بريليانت كريستال بلو، وبالتالي حيروحوا يشوفوا حاجة كاركترستيك يسموها الجولف بول ابيرنس. ما معنى الجولف بول ابيرنس؟ معناها هذه البريسيبيتيشن حق الهيموجلوبين اتش اللي هو تكون عملية البيتا 4. هذه بالشكل هذه اللي بنسميها عملية ما نسميها الجول بول ابيرنس. هذا السكيم اللي قلنا عليه. احنا بالنسبه لنا فقط بنتكلم على الماكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. طيب الان كيف الجينيتيك كونسلنج بالنسبه له للهيموجلوبين اتش؟ لو مراه سايلنت، يعني عندها ديفكت في 1 جين، والاب او الزوج عنده ديفكت في 2 جينز لكنهم ترانس، هنا تخيلوا 50% حيكونوا سايلنت و 50% حيكونوا تريد. النقطه الثانيه، لو كانت الام عندها سايلنت 1 جين لكن الاب عنده ديفكت في 2 جينز لكنهم سيس، يعني على 1 كروموسوم، هذا حيحصل 25% سايلنت، 25% ان افكتد، 25% تريت، و 25% هيموجلوبين اتش. يعني احتمال في اي ولاده يكون 25% هيموجلوبين اتش. النقطه الثانيه، انه لو كانت الام عندها ديفكت في 3 جينز، يعني عندها هيموجلوبين اتش، والاب او الزوج ما هوش انفكتد، يعني حيحصل عمليه 50% سايلنت و 50% تريت. زي ما انتم شايفين ده ال 50% اللي هم تريت. لو كانت الهيموجلوبين اتش، لو كانت الام عندها ديفكت في 3 جينز والاب عنده سايلنت في 1 جين، حيكون اي ولاده 25% احتمال يكونوا سايلنت المولود، 50% يكونوا تريت، و 25% حيكون عملية الهيموجلوبين H. النقطة الثانية، لو كانت الأم عندها 3 جين ديفكت والأب عنده ديفكت في 2 جينز لكنهم ترانس، حيكون 50% تريت و 50% هيموجلوبين H. شايفين 50% هيموجلوبين H. لو كانت الأم عندها 3 جين ديفكت وعندها كمان والزوج عنده عملية التو ديفكت في تو جينز لكنهم بطريقة السيس، يعني في 1 كروموسوم، معناها انه تخيلوا احتمالية الولادة 25% عملية ما نسميها بالميجر، وبالتالي ما معناها انه ده حيحصل عنده هيدروبس فيتاليس، وبالتالي مش حيشوف النور، حينزل ميت الجنين ده، وكمان الهيموجلوبين اتش حيكون موجود. طيب النقطة الثانية، لو كان المادر عندها 3 جين ديفكت والزوج عنده كمان 3 جين ديفكت، طبعا هذه كاحتماليات، يعني حيحصل انه 25 في اي ولادة حتكون عملية ما نسميها بالهيموجلوبين اتش، و 50% و 25% حيكون معنا اللي قضية الهايدروبس فيتاليس. اخر واحد اللي بنسميه هيموجلوبين بارتس. الهيموجلوبين بارتس ما معناه؟ معناها انه الفور جينز حصل لهم ديليتد، فبتخيلوا ما عاد فيش الفا، فكلها حتتحول الى 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 قضيه جاما، فنسميه هذا نسميه هيموجلوبين بارتس. اذا ما معنى هيموجلوبين بارتس؟ معناها انه حصل ديليتد للفور جين، فبالتالي ما عاد فيش هنا الفا، فكلهم حيتحولوا جاما. هيموجلوبين اتش ما معناها؟ معناها انه حصل ديفكت اور ديليشن للثري جين، فبالتالي حيتكون البيتا تشين، حتكون هي الاساس، وبتكون حتكون عمليه ما نسميها بالتترمر، وبالتالي حيحصل دوبيزيشن. طبعا الالفا او الجاما لها هاي افينيتي لقضيه الارتباط بالاكسجين. الهيموجلوبين بارتس زي ما قلنا عمليه الفور جاما جلوبينز كلهم جاما، لانه ما عاد فيش معايا الفا خالص، حيحصل عمليه الاساس.
في هيموجلوبين ممكن يطلع يسموه هيموجلوبين البورتلاند. بورتلاند ما معناها ان الجاما ترتبط بالزيتا فيسموه ذا يسموه هيموجلوبين بورتلاند. كمان ممكن نحصل هيموجلوبين اتش او ما نحصلش هيموجلوبين اتش. طبعا هذا زي ما قلنا هذا حيولد ميت تماما لانه ما فيش عمليه القضيه الالفا بالخالص، حصل لهم ديليشن للفور جين وده يسموه هيدروبس فيتاليس. كنت معكم فيما مضى حول الألفا ثلاسيميا بكل أنواعها. أتمنى المحاضرة كانت مفيدة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.